وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر سكايب الدكتور زمن الخفاف، طبيب طوارئ في لندن. أهلا بك دكتور زمن. أهلا سيدارة، تحية طيبة. حياك الله دكتور، يا أهلا بك في المنصة. دكتور، خلينا نتحدث ما بعد كورونا وما زالت كورونا قائمة. ظهرت العديد من الفيروسات، بل الفيروسات الأخطر ومن ضمنها فيروس نيبا، ما يسمى بهذه التسمية، وهو ينتقل عن طريق الحيوانات أو عن طريق الأطعمة الملوثة، ويعتبر أيضا من الفيروسات الخطيرة جدا. لم تنتهي جائحة كورونا وظهر لنا فيروس آخر، بطبيعة الحال هل لك أن تطلعنا بتفصيلات أكثر عن خطورة هذا الفيروس؟ هو الفيروس في البداية الفيروس ليس جديد، يعني الفيروس ظهر موجة يعني أثرت على عدة أشخاص، حدود 100 شخص سنة 1999، يعني هذا صار 21 أو 22 سنة، وكل فترة كل سنة سنتين تظهر موجة بسيطة، يعني الأعداد ما تكون كبيرة. الفيروس مثل ما حضرتك تفضلتي ينتقل من الحيوانات، هو بالبداية يعني المكمن الأصلي الموطن الأصلي إلى الخفافيش أو الوطواط، وينتقل من أما من الأغذية الملوثة أو من الحيوانات اللي تقترب من عندها الوطاوط وتعيش من البشر، مثلا مزارع عادة، وينتقل إلى البشر، والأشخاص المصابين ممكن ينقلوا لآخرين. عادة الأشخاص اللي يصابون من طريق أشخاص آخرين هذول يكونون أما أشخاص يوفرون الرعاية الصحية أو أفراد العائلة. الانتقال تقريبا مشابه للكورونا، ممكن أنه بالمواد الملوثة أو بالرذاذ ممكن ينتقل. لكن طيب دكتور، خطورة هذا الموضوع ممكن أنه يظهر، هو ظهر في الصين، لكن طبيعة الأغذية اللي تناولوها الصين هي تختلف عن طبيعة الأوطان العربية، عن المأكولات اللي يأكلوها. هم دائما متعارف على أنه يتناولون العديد من المأكولات أنه إحنا ما نأكلها، على سبيل المثال هم ممكن يأكلوا حتى الخفاش والزواحف وغيرها من الأمور اللي ممكن هي فعلا تنقل الفيروس. هل سيصل الفيروس إلى الوطن العربي وهل سيشكل خطر؟ هو أنا سأتذكر موقف من أحد الأخوة الزملاء اللي ظهر من بداية موضوع الكورونا، ذكر أنه بما أنه إحنا طعامنا يختلف الكورونا ما يوصل لنا. المشكلة في الانتقال التنفسي، يعني من شخص إلى آخر، يعني شخص يصاب مثلا ما صار بالكورونا أنه شخص انصاب بالصين وهذا نقل إلى أشخاص آخرين وبدأ الانتقال بين أبناء البشر. ولكن أكو نقطة هي قد تبدو ضارة ومخيفة. نعم، يعني مثل ما ذكرتي حضرتك انه نسبة الوفيات من 40 الى 75%. صح، هذه بالنسبة للشخص المصاب مأساة، لأنه مقارنة بالكورونا الوفيات بحدود 1% وربما أقل. بينما هنا قلنا 40 الى 75%، فالشخص المصاب مشكلة، ولكن بالنسبة للموضوع الصحة العامة هذا يخلي الانتقال أصعب. ليش؟ لأنه أغلب المرضى الذين يصابون راح تظهر عليهم أعراض، وبالتالي راح يبتعدون عن الآخرين لا تتاح لديهم الفرصة لنقلها إلى عدد كبير. يعني أعراض تبين هذا الفيروس؟ الغالبية عموما الأشخاص تظهر عليهم أعراض، والأعراض بالعادة تؤثر، يعني المشكلة الرئيسية اللي عند الناس اللي يعني تصاب بصورة سيئة هي تؤثر على الدماغ، فالتأثير على الدماغ راح عند الأشخاص اللي تكون أعراضهم، طبعا هو ليس جميع أعراضهم شديدة، ولكن شدة الأعراض تؤثر تدريجيا باتجاه تأثير الدماغ. ممكن أكون ناس يصير عندهم نوبات صرع، ممكن أكون ناس يصير عندهم نوبات هلوسة أو عدم وعي. هذه هي المشاكل اللي عادة وأحيانا تؤدي للوفاة. وتم تذكر مؤشرات أنه أشخاص ممكن أنه تستمر معهم الأعراض إلى ما بعد الشفاء، مثلا أنه يبقون يحتاجون إلى أدوية لعلاج الصرع، أو أنه تتأثر الحالة النفسية و تصرفاتهم وشخصياتهم تتأثر. بس لحد الآن ضمن هذه 21 سنة اللي مضت ما صار انتشار كبير. ربما يكون يعني لدور لكون الوفيات كبيرة ما تسمح بالانتقال الشديد، بينما مثل ما شفنا بالكورونا أنه الوفيات أقل، وبالتالي يتاح للشخص الواحد إذا يختلط بعدد كبير أنه ينقل للكثيرين.
طيب دكتور، هنا طريقة العلاج لربما تختلف عن طريقة علاج كورونا. نعرف أنه لحد الآن ما زالت الشركات تتنافس فيما بيناتها من أجل إصدار اللقاحات، وبالتالي بعض اللقاحات جاءت بنتيجة إيجابية والبعض الآخر جاءت بنتيجة سلبية. يعني كيف راح تقدر بلدان العالم والشركات السيطرة على هذا الموضوع؟ إحنا لحد الآن ما لقينا لقاح حاسم لفيروس كورونا، وبالتالي ظهر أن هذا الوباء الآخر. لا، هو الموضوع المؤثر في موضوع اللقاحات أنه الشركات اللي تتنافس في موضوع اللقاحات هي شركات خاصة. شركات يعني صحيح هي تدعم الجانب العلمي، ولكن العامل المؤثر بالموضوع هو العامل الاقتصادي والمادي. وبما أنه أعداد المصابين نسبيا قليلة، الدافع الاقتصادي لهذه الشركات ليس دافع كبير وليس مشابه للكورونا، لأنه الكورونا أصابت أعداد كبيرة من البشر، وبالتالي الحكومات سوف تتسابق لتدفع الكثير من الأموال من أجل الحصول على اللقاح الناجح، ولذلك الكثيرين يتنافسون من أجل إصدار لقاحات ولقاحات متعددة ويصير بها تغييرات. هذا الموضوع يعني لذلك تتبنى منظمات غير ربحية مثل منظمة الصحة العالمية تحاول تدفع بهذا الاتجاه، ولكن هل ستأتي بالنتائج؟ هل تؤثر على الشركات؟ هذا موضوع ما لا يزال غير معروف، يعني صعب البت به. طيب دكتور، بنظرة أخيرة عن واقع فيروس كورونا وخاصة السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مدى خطورتها في الأيام القادمة، وهل سنشهد موجة أقوى من الموجة التي سبقت، أم سينتهي فيروس كورونا خلال هذا العام؟ السؤال اللي بالأخير سؤال صعب، يعني هل ينتهي الكورونا خلال هذا العام؟ ما أتوقع، يعني لا. يعني إحنا القائمة اللي أصدرتها منظمة الصحة العالمية بسلسلة الأوبئة المخيفة وحاليا تتصدر اهتماماتها، ما تزال تضم قبل فيروس نيبا، طبعا بالصدارة هو فيروس الكوفيد 19 أو الكورونا، بس الأوبئة الأخرى ما يزال فيها الميرس اللي هو متلازمة الشرق الأوسط أو فيروس حمى الشرق الأوسط، ما يزال فيها الإيبولا الذي يعني قل تأثيره ولكن ما يزال موجود، هذول كلهم أكثر انتشارا وأكثر خطورة وأكثر تركيزا من قبل الـ WHO منظمة الصحة العالمية مقارنة بنيبا. ولكن السلالات الجديدة راح تعتمد المسألة على مدى نجاح الفيروس بتحديد اللقاحات في تحديد انتشاره. اللقاحات لحد الآن مقاومتها أو عملها ضد السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة جيدة. نسبة نجاحها شقد دكتور؟ دعني أتحدث بنسبة نجاح اللقاحات، كم نسبة ممكن نعطيها؟ هي الحد الأدنى لأي لقاح من أجل أن يعمل، ولطلبتها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأمريكية والبريطانية أنه يكون يعمل بنسبة 50%. طبعا هو صار تركيز على انه لقاحات ناجحه بنسبه 90% ونسبه يعني اعلى الثمانينات، ولكن نفس هذه اللقاحات اشتغلت بنسبه 80% ضمن السلاله اللي تم اكتشافها في جنوب انجلترا، وايضا اشتغلت على السلاله اللي موجوده في جنوب افريقيا، ولكن اكو كان تفاوت بين الاشخاص المصابين بنقص المناعه المكتسبه الايدز والاشخاص غير المصابين. فالنجاح في مساله جنوب أفريقيا كان ما يقارب 60%، قد يبدو قليل من نقارنة بال 90%، ولكن هو أكبر من النسبة المطلوبة 50%. لحد الآن المؤشرات إيجابية، بس العوامل الأخرى اللي تدخل الموضوع هو مدى استعداد الناس لأخذ اللقاح، مدى قدرة الحكومات على توفير اللقاح لمواطنيها، مدى قدرة الشركات على إنتاج وتعبئة اللقاحات. يعني مثلا الشركات حاليا تواجه مشكله في يعني الحصول على العبوات الزجاجيه التي تضع فيها اللقاحات من اجل توزيعها، وكيفيه حصولها على كميه مناسبه. فهذه العوامل كلها راح تلعب دور، لذلك ما اتوقع يتم السيطره بشكل عالمي، ربما في بعض الدول ولكن ليس على مستوى العالم على الكوفيد 19. اتامل شخصيا، وهذا اللي ذكرته في وسائل التواصل الاجتماعي، انه بحلول الشتاء القادم تبدي الامور، او بعد نهايه الشتاء القادم تبدي الامور بالانحلال وتبدي الامور تتحسن. يعني ان شاء الله. كل الشكر لك دكتور زمن الخفاف، طبيب طوارئ في لندن، شكرا لتوضيح هذه القضايا. مشاهدينا الاكارم، نلتقي معكم بعد هذا الفاصل.